ما أثبته العلم الحديث. The Quran has a lot of information in astronomy. إذا كان هنالك نواة في اتجاه الكعبة. All the discovery of the quantum theory. ما كان من فتنة على أهل الإسلام أكبر من ادعاء وجود إعجازات علمية في القرآن. لما كنت مسلم وحدا يقول لي يا قصي قرآنك فيه أخطاء علمية، كنت جاوب بالجملة التالية: القرآن ليس كتاب علوم، القرآن كتاب هداية فقط، ولا يجب الذهاب للقرآن لاستخراج معلومات علمية. الشيء اللي للوقت الحالي أنا ما زلت على اتفاق معه بشكل تام، ولكن لا يمكن إنكار أن القرآن فعلا بيتكلم عن كتير أشياء فينا نتأكد منها بطريقة علمية. رح شارك معكم اليوم الآيات اللي أنا عانيت معها كمسلم سابق وما لقيت إلا إجابة لوقتنا الحالي. مراحل تطور الجنين، هي من الآيات المفضلة عن مدعي الإعجاز العلمي. الآية اللي بيستخدموها دعاة الإعجاز تبدأ عند مرحلة النطفة، لكن بالقرآن نفسه في عنا وصف لمراحل ما قبل هذه النطفة، وهي هي الآيات اللي بيحاولوا يتهربوا منها ويخبوها دعاة الإعجاز. الآية اللي بتقول: لا ينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كاتب هي الآية كان متخيل أن الجنين بيتكون من اجتماع ماء الرجل يلي بيجي من صلبه أو من ظهره مع ماء المرأة يلي بيجي من ترائبها أو من صدره. تكون مني الرجل ما له علاقة أبدا لا بظهره ولا بصدره ولا هي الأماكن، الموضوع كله بيصير بالتستيكلز أو بالخصة. رح شارك رابط علمي بفصل الموضوع الذي لا يحتاج لشرح أصلا. المشكلة كلها اجت من العرب ما قبل محمد، اللي هن هيك كانوا فاكرين انه المني تبع الرجل بيتكون بظهره او بصلبه، لذلك كانوا يقولون هذا الرجل من صلب فلان وهذا من صلب فلان، الشيء اللي نحن للوقت الحالي بنكرره بشكل خاطئ. لكن الغريب انه خالق البشري اللي يفترض انه هو كتب لنا هاي الايات، لما حاول يشرح لنا طريقة عمل الجسم البشري، وقع بنفس الغلط اللي وقعوا فيه العرب اللي عاشوا بالصحراء من مئات السنين. وكاتب القرآن ما اخطأ فقط بمصدر مني الرجل، كمان اخطأ بمفهوم التلقيح البشري. الآية اللي بتقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني ممزوجة، عندما يجتمع ماء الرجل مع ماء المرأة بصير التلقيح، وهذا كلام علميا غلط، لأنه كاتب القرآن ما كان بيعرف أن المرأة ليس لها ماء أو مني كالرجل، وإنما لها بويضة، والتلقيح بيصير بسبب البويضة، لكن هو متخيل أن المرأة لها ماء ويأتي من الترائب أو من الصدر. فعمليا لما شافوا الامرأة عم يخرج لها ماء أثناء عملية الجماع أو أثناء الإثارة الجنسية، تخيلوا أن هذا مني مثل مني الرجل، ولما بيجتمع مني الرجل مع هذا الماء الذي يخرج بصير التلقيح. لكن مشكلة أنه هذا الماء الذي يخرج من الامرأة أثناء عملية الجماع، هذه السوائل ليس لها علاقة بعملية التلقيح، هي سوائل مهبلية فقط، التلقيح مرة تانية بيصير بسبب البويضة. لكن الرسول لما سئل عن هذا الموضوع شرح لنا بطريقة علمية بالحديث الصحيح اللي بيقول: ماء الرجل أبيض وماء الامرأة أصفر. ماء الامرأة هون عم يتكلم عن السوائل المهبلية اللي هو متخيلها مني، فإذا اجتمعا عم يتكلم عن هي السوائل المهبلية والمني تبع الرجل، إذا اجتمعا بيصير عملية تلقيح، وهذا كلام غلط طبعا. وبنفس الحديث بيشرح لنا بطريقة علمية أيضا كيف بيصير الجنين ذكر أو أنثى: فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني الامرأة مني الرجل آنث بإذن الله. بصراحة وبغض النظر عن كوني كافر وجاحد، أنا أتعجب بالإخوة المسلمين خاصة المؤمنين بالأحاديث والأثر الإسلامي، كيف بيقروا هيك مصائب علمية وما بيلاقوا أي مشكلة أبدا؟ كيف ما بيحسوا أنه في شيء غلط؟ خاصة أنه عنا أخوة مسلمين بيأمنوا بهذا الكلام وهن دكاترة وأطباء ومختصين حتى. أنا سعيد جدا أنه هي المعلومات غير موجودة بالمنهج الدراسي، حتى بالدول الإسلامية الأكثر تعصبا ما منشوف هذا الكلام بحصة العلوم، لأنهم بيعرفوا أنه هذا الكلام خاطئ. لكن محمد كمان أخطأ بموضوع تحديد جنس الجنين لما قال: إذا على مني الرجل مني الأنثى، الأنثى ما على مني. وبحديث آخر بيقول: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة، والملك بيسأل الله إن كان الجنين شقيا أم سعيدا أم ذكرا أو أنثى، وبعد أربعين يوم الله بيقرر إن كان ذكرا أو أنثى. والحديثين غلط. تحديد جنس الجنين بصير من اللحظة يلي النطفة بتلقح فيها البويضة. النطفة الناجحة إذا معها كروموزوم Y بيطلع الجنين ذكر، أما النطفة الناجحة إذا ما معها كروموزوم Y بمعنى آخر معها 2X كروموزوم بصير جنين أنثى. فعملية تحديد جنس الجنين بتصير من اللحظة الأولى وليس بعد 40 يوما كما كان محمد يتوقع. دعاة الإعجاز بيتجاهلوا كل هاي الآيات وبيتهربوا منها حتى، لأنهم بيعرفوا أنه فيها أخطاء علمية لا يمكن تأويلها. وبينتقوا الكرز وبيبلشوا عند الآية اللي بتبلش بالنطفة الأمشاج، الآية نفسها اللي شهد عليها كيث مور رحمه الله، اللي بتقول: ثم خلقنا النطفة علقة. بداية الآية عند النطفة، النطفة الأمشاج، ما وراء النطفة هذا لازم نخبيه ما نحكي عنه.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر. هي أشياء معروفة بوقت كانت النساء اللي كانت تأجهض يشوفوا أنه بينزل منها هيك شيء، فما في شيء غريب. لكن أكبر وأوضح خطأ بهي الآية هي فخلقنا المضغة عظاما. كاتب القرآن كان متخيل أنه بمرحلة من مراحل الجنين بيكون هو هيكل عظمي بداخل بطن أمه. كتير غريب هذا التصور. بس شو بصير من بعد هذا الهيكل العظمي؟ فكسونا العظام لحما، فبينكسي هذا الهيكل العظمي بلحم. لكن بوقتنا الحالي مفسرين صاروا يلعبوا لعبة هنا اللحمة تعني عضلات، ما عرف منين جابوه هذا التفسير، لكن ما في مشكلة. كل هذا الكلام والترتيب العلمي الخاطئ كان معروف بوقت محمد، ولما هو تلا عليهم هاي الآيات ما حدا انصدم، لا من الصحابة ولا من اليهود والنصارى ولا أي حدا، لأنه هنن عندهم هذا التخيل. بنقرأ بسفر أيوب 10:13-8 الآية اللي بتقول أذكر أنك جبلتني كالطين فتعيدني للتراب لم تصبني كالجبن وإلى آخره، بنصلى فننسجتني بعظام وعصب. التصور هذا كان موجود نوعا ما بوقته. وكلام الإنجيل اللي هو قبل القرآن كمان من لقيه مأخوذ من كتب يونانية علمية قديمة. فمحمد ما أتى بهي الآيات على أنها إعجاز، لأنه هي معلومات عامة بالنسبة لهم، معلومات خاطئة لكن معلومات عامة بالنسبة لهم. فهي آيات خبرية استدلالية، مثل الآية بتقول أفلم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. شغلات هن مسبقا المآمنين فيها هو عم يستشهد عليهم فيها. بس في خطأ بيولوجي تاني بالقرآن لما بيكون خالق الكون عم بيتبجح بخلق الأنعام اللي هن الغنم والإبل والبقر وإلى آخره، عم يرجينا هي فيهم محاسن كثير. لأن الآية اللي بتقول وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص سائغ للشاربين. حسب هي الآية الله خلق الأنعام وبيشربنا حليب من بطونه، وهذا الحليب اللي هو بالبطن بيستخرجه بطريقة سحرية من بين الفرث والدم اللي هو الغائط والدم. فهي هي العبرة نحن لازم ناخدها. مو بس هيك، هذا الحليب بيطلع سائغ للشاربين، أي حدا بيقدر يشربه. نفتح كتاب العلوم لصف الثاني الابتدائي. عزيزي كاتب هذه الآية أنا ما بعرف شو بدي خبرك، لكن كل كلامه غلط. الحليب أو اللبن ما بيتكون ببطن الأنعام، ما له علاقة بمنطقة البطن أبداً، ولا هو ممزوج مع الدم والغائط. الحليب بيتكون بمنطقة واضحة فينا نشوفها بالعين المجردة، أنا ما بعرف شلون أصلاً خربطوا فيها من زمان. والأهم من هيك أنه ليس سائغ للشاربين. في ناس عندها شيء اسمه لاكتوس انتولرنس اللي هو أغلبهم عرب كمان يعني، فهي الناس بيصير عندها آلام معوية وممكن تسبب له مشاكل كبيرة على المدى الطويل. لكن على ما يبدو من زمان كانت الناس عم تمرض ويفكروا سحر أسود. هي من الآيات اللي كتير عانيت معهم لما كنت مسلم، خاصة انه الآيات مبعثرة في القرآن وصعب نصل للترتيب تبعها. لكن لما وصلت للترتيب الصحيح تبعها اتضح معي انه كاتب القرآن كان مفكر انه شكل الأرض وطريقة عمل الليل والنهار هي تماما كما تبدو للعين البشرية المجردة. نحن كبشر يبدو لنا على ان الأرض مسطحة، بمعنى يجب ان يكون لها أطراف، وتبدو على انها ثابتة لا تتحرك، ويبدو على ان الشمس والقمر هن اللي بيتحركوا حوالينا لتشكيل الليل والنهار. طبعا هذا الكلام كله خطأ علميا، لكن هكذا تبدو الامور لنا بالعين البشرية المجردة. بالقرآن الارض موصوفة على انها مسطحة بشكل لا يدع مجال للشك ابدا، لكن دعاة الاعجاز بيقولوا لنا انه هي الايات تتكلم عن كيف تبدو الامور وليس عن ماهية الامور. لكن هذا كلام غلط، لأنه الآيات بتقول هو الذي الله هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. كيف فينا نفهم من هذه الآية أنها تبدو على أنها ممدودة؟ آية أخرى الله جعل لكم الأرض بساطة، تفسيرها بسطها ومدها. آية تانية الله جعل لكم الأرض فراشا، كمان تفسيرها مدها كالفراش. فالآيات عم تقول هو الذي جعل لكم، يعني صنع لكم الأرض على هذا الشكل بساطا وفراشا، مو يبدو لكم على أنها جعل لكم. فالآيات واضحة، فهي موضوع المسطحة. أما الآية عن ثبات الأرض أن الأرض ثابتة لا تتحرك بتقول أمن جعل الأرض قرارا. قرارا تأتي من كلمة قارة، يعني ثابتة ولا تتحرك. فواضح أنه كاتب القرآن متخيلها لحد هلأ مسطحة وثابتة لا تتحرك بعكس ما هي عليه. لكن مخيلته العلمية الخاطئة تستمر لحد هلأ عن الأرض مسطحة وثابتة، لكن من أهم أسباب ثباتها شو هو اتضح بحسب كاتب القرآن؟ الجبال. الجبال هي أشياء مثل الأوتاد وعيت من فوق لحتى تثبت الأرض المسطحة لحتى ما تتحرك فينا. الآية اللي بتقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. نصب الجبال هنا تأتي بمعنى أنه أنزل مثل الأوتاد لحتى يثبت الأرض المسطحة كي لا تتحرك. وإلى الأرض كيف سطحت، هي حكينا عن. آية تانية وجعلنا في الأرض رواس أن تميد بهم، يعني الجبال هي أرسل الأرض بها لكي تقر لكي تثبت لألا تميد بالناس، هذا التفسير على الآية. آية تانية وألقى في الأرض رواس أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون.
غريب كيف ما اهتدينا بعد كل هذا الكلام. كمان تفسير الآية أن الرواسي هي الجبال الشامخات اللي ثبت فيها الأرض لحتى ما تضطرب الأرض والحيوانات اللي عليها ينأذوا. وطبعا كل هذا الكلام خطأ علميا، لأنه أول شيء الأرض ليست مسطحة ولا هي ثابتة لا تتحرك، والجبال أهم شيء ما الأوتاد أتت من فوق لتثبت الأرض. الجبال بالعكس تماما، هي شيء طلع من تحت بسبب تقلبات القشرة الأرضية، يعني بتتكون من تحت لفوق. أما آلية عمل الليل والنهار حسب الآيات القرآنية كمان مكتوبة من مفهوم إنسان عم يراقب الأمور بعين بشرية مجردة. حسب الآيات القرآنية الشمس والقمر هن اللي عم يتحركوا بالسماء حوالين الأرض المسطحة، فلما بتغيم الشمس بيطلع القمر وبصير الليل على جميع بقاع الأرض المسطحة، ما بيكون في نهار بأي مكان آخر. نقرأ الآية اللي بتقول: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. واضح من اللي عم يجري هون، الشمس والقمر هن اللي عم يتحركوا وليس الأرض، هن عم يتحركوا حوالين الأرض. دعاة الإعجاز العلمي بيستخدموا هاي الآية على أن دليل أن الأرض مكورة في القرآن أو حسب القرآن. يعني احنا منتجاهل ما يقارب 12 آية بتتكلم بشكل واضح أن الأرض مسطحة، ومنجي على الآية اللي عم تحكي على الشمس والقمر والليل والنهار، منقول هي دليل أن الأرض مكورة. ليش؟ لأنه فيها كلمة يكور. تفسير الآية بيقول: أي سخرهما للشمس والقمر يجريان متعاقبان لا يقران، يعني ما بيثبتوا، بيضلوا ماشيين وراء بعض بشكل دائم، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، مثل الآية اللي بتقول: ثم استوى على العرش يخشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالتصور هو أن الأرض مسطحة ثابتة ما بتتحرك قرارا، مثبتة بالأوتاد اللي هي الجبال لحتى يتأكد أنها ما بتتحرك، والشمس والقمر عم بيدوروا بشكل كروي حواليها. وللتوضيح في آية تانية بتقول: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق للنهار وكل في فلك يسبحون. كل مرة الصورة عم تصير أوضح. وتفسير هاي الآية حسب مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، لكل الشمس والقمر. إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، إذا طلعت الشمس بغيب القمر، وإذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، إذا طلع القمر بتغيب الشمس. والآية الأخيرة بتوثق هذا الكلام: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وطبعا وكالمعتاد دعاة الإعجاز العلمي بيتجاهلوا كل الآيات الأخرى وبينتقل الكرز وبيخرجوا هي الآية عن سياقها وبيقولوا إن هذه الآية دليل على أن القرآن تكلم عن دوران الشمس حول الثقب الأسود الموجود في منتصف مجرتنا. لكن ومن سوء حظهم إن الرسول نفسه هو بيرد عليهم على هذا الادعاء وبيقول لهم: آية والشمس تجري لمستقر لها تعني أن الشمس بتروح تحت عرش الرحمن يوميا، بس لتغرب الشمس بصير الليل على بقاع الأرض جميعا، الشمس بتنزل تحت عرش الرحمن وبصير في حوار بينه وبين الله، أنه تستأذن وتروح وتجي. آخر شيء هو بيأمرها أنه ترجع تطلع لحتى تشرق مرة تانية. فالصورة النهائية مرة تانية: الأرض مسطحة ثابتة لا تتحرك، الجبال أوتاد لحي لكي تثبت الأرض، الشمس وقمر بيدوروا حوالين هي الأرض المسطحة، والشمس لما بتغيب تنزل تحت عرش الرحمن وبتفتح حوار معه للرحمن. هذا هو التصور القرآني للأمور، اللي هي عملياً هراء علمي مو أخطاء علمية. هذا كلام مو موجود أبداً. الليل والنهار هي ظواهر طبيعية بتصير بسبب دوران الأرض تبعنا حوالين المحور تبعها وحوالين الشمس، لكن بسبب دوران حوالين المحور تبعها. فلما قسم من الأرض تبعنا بيصير عليه نهار، الطرف الآخر بيكون ليل، والشمس ما بتغيب ولا بتروح أبداً. لما هنن كمان بصير الطرف عنده النهار، نحنا بصير عنا ليل. فالشمس لا بتتحرك ولا بتغيب مثل ما متخيل القرآن، يعني لا الشمس بتلحق القمر ولا القمر بيلحق الشمس، ولا في طلب حثيث مثل ما القرآن متخيل. القمر هو بيدور حول الكرة الأرضية ونحن والقمر مندور حول الشمس، وهذا الشيء بيفسر ظاهرة الكسوف. فعلميا ما في شيء اسمه غروب وشروق الشمس، الشمس لا بتغرب ولا بتشرق، لكن دوران الأرض حول محورها يجعل الشمس تبدو لنا على أنها تشرق وتغرب. لكن كاتب القرآن ما كان بيعرف هذا الشيء، لدرجة أنه إله القرآن نفسه بيتبجح بهذا الخطأ العلمي وبيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين. وبآية تانية: وإن الله يأتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا تحدي إبراهيم مع نمرود. فإله القرآن بيتبجح بهذا الخطأ العلمي اللي هو ظاهرة غير موجودة بالواقع تبعنا، وبيسمي حاله رب المشارق والمغارب. وحتى نحن لوقتنا الحالي منقول الشمس تشرق وتغرب بعديد من اللغات مو بس اللغة العربية. هذا بسبب أنه هي عادة لغوية جاية من بشر من زمان الأجداد تبعنا ما كانوا بيعرفوا هاي الأمور، كانوا مفكرين الأمور هي فقط كما تبدو. وسبحان الله كيف أخطاء القرآن تتماشى تماما مع جهل أجدادنا ومستوى أفكار أجدادنا. يا محاسن الصدق. هي من أكبر الأخطاء العلمية بالقرآن يلي الدعاة بوقتنا الحالي اليوم بيتهربوا منها بقدر الإمكان. مفهوم أنه الله خلق 7 سماوات انطباقا، هذا مفهوم سائد كان من قبل الإسلام بالحضارات القديمة، أن السماوات من فوقنا أو الهيفنز أو إلى آخره، لكن القرآن تصورنا على أنه 7 سماوات انطباقا. فمن بعد تطور علم الفلك صار فينا نرصد شو هي المجموعة الشمسية تبعنا وشو هو الكون حتى، وشفنا أنه نحن شيء صغير كتير بكون عملاق، نحن غبار بالنسبة له.
وما لقينا شيء اسمه سماوات سبع. فالدعاة صاروا يتهربوا موضوع السماوات السبع ويقولوا على أنها غيب، هي سماوات غيبية يعني خارج الواقع تبعنا. لكن القرآن نفسه بيرد عليهم بهذا الكلام، بيقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فما في شيء اسمه فضاء، القرآن ما بيعرف شيء اسمه فضاء وكرة أرضية، سماوات سبع وأرض مسطحة فقط. وأول سماء هي السماء تبعنا، إحنا منشوفها إذا رفعنا رأسنا، وهي نجوم بقلبها، هي مو شموس أو مجرات أخرى بعيدة عنا، لا هي زينة مصابيح الله حطها على أول سماء فقط. وبنفس الوقت هي أسهم بيستخدمها ليضرب الشياطين اللي عم تتسلل للجنة لتسمع الخطط الإلهية تبعه. هذا موضوع هنتكلم عنه بفيديو تاني. لكن المفهوم انه هي السماوات السبع هي قريبة، يجب ان تكون قريبة، لانه الشياطين اللي عم تتسلل لتطلع تسمع اخبار الجنة الله بيلحقها بشهاب. ونحن عادة نحن واقفين على الارض فينا نشوف شهب بالسماء تبعنا. بمعنى اخر السماوات السبع لازم تكون داخل الكون تبعنا، مو بس داخل الكون، لازم تكون خارج الغلاف الجوي فورا. نحن اذا طلعنا لازم نلاقيها، لان الشياطين اللي عم تنضرب بالشهب نحن عم نشوفها هي الشهب. فهي السماوات السبع موجودة داخل الكون تبعنا لا بل خارج الغلاف الجوي، وهذا الموضوع لحاله بيفتح معضلات لا نهائية. هل الله داخل الكون أو خارج الكون؟ حسب هاي الآيات الله داخل الكون، يعني الله داخل النسيج الزمكاني. بمعنى آخر في كيان خارجي هو لازم صنعه، لكن هذا موضوع تاني لفيديو تاني. وعلى سيرة الغلاف الجوي، ما في شيء اسمه غلاف جوي بالقرآن. القرآن بتخيل السماء الأولى هي سقف مادي الله بناه لهذا السقف ورفعه وبيمسكه على أن يقع علينا. الآيات بتقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وفي آية تانية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهو متخيل سقف مادي ممكن يقع علينا ويقتلنا، لكن الله حامله ورافعه من دون أعمي. كل هذا الكلام غلط علميا، لأنه عمليا ما في شيء اسمه سماء. الغلاف الجوي تبعنا هو غازات فقط. نحن إذا واقفين على الأرض تكنيكني نحن بالفضاء واقفين، لكن الغلاف الجوي تبعنا هو اللي بيعزلنا على الفضاء. هو ليس سقف وليس مرفوع ولا يمكن أن يقع علينا، ما في هيك شيء أبدا. ودعاة الإعجاز العلمي مثل العادة بينطقوا الكرز وبيجيبولنا الآية اللي بتقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وبيقولوا لك أنه هي الآية دليل على أنه الكون يتمدد كما اكتشف العلم. مرة تانية كالعادة انسالي الآيات كلها، اتجاهل كل الآيات وانتقي الكرز وجيب لي آية خارج السياق وادعي إعجاز علمي. هذا هو الإعجاز العلمي، لكن نحن حنرد عليهم من القرآن نفسه، لأنه أحكام تفسير القرآن هي تفسير الآيات بالآيات. موسعون هنا تعني القدرة أو تعني التكفل بالشيء، والدليل هو الآية اللي تتكلم عن أحكام ما بعد الطلاق من النساء التي لم نمسوهن. الآية بتقول ومتعوهن على الموسع قدره، على الموسع قدره، يعني من بعد ما بتطلقوهن كل واحد بيمتع هدول النساء أو بيعوضهن حسب قدرته على الموسع قدره. ونفس الشيء الآية بتقول وإن لموسعون، معناها نحن متكفلين بالسماوات اللي نحن بنيناها. وأعزائي مدعي الإعجاز العلمي، أنا رح أجي معكم، خلونا ننسى كل الآيات اللي بتتكلم بشكل خاطئ عن الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، خلينا ننساهن ونقول له هي الآية إن لموسعون فعلا تتكلم عن نظرية البيج بانج وعن تمدد الكون. بداية هل كلمة إن لموسعون هي كافية لشرح النظرية؟ وتانيا ركزوا على كلمة نظرية، النظرية العلمية تعني أحسن تفسير علمي بشري متوفر حاليا، بمعنى آخر غير ثابت. فليش لا تربطوا قرآنكم بأشياء غير ثابتة؟ شو رح تعملوا إذا بكرة اتضح أن الكون لا يتمدد؟ شو منساوي بهاي الآية؟ لكن هذا اللي بيعملوه مدعي الإعجاز العلمي، النظريات العلمية اللي ما بتتماشى مع كتابهم بيقولوا عليها نظريات، هي آراء خاصة وغير ثابتة وليست حقائق. So this is just a theory. It is not a fact at all. I have not come across a single book which is called as the fact of evolution. All of these are theories of evolution. أما النظريات اللي مفكرينها بتتماشى مع كتاب تبعهم بيعتبروها حقائق علمية ثابتة. This they call as the Big Bang. The glorious Quran mentions this in a nutshell. 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30. أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا. والآية الأخيرة يلي بتوضح أنه كاتب القرآن ما كان عنده أي فكرة شو هو الفضاء وشو هو حجم الكون وشو هي كرة أرضية. الآية بتقول قل أنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقدر أقوات الأرض طبعا والرواسي تبعها بأربع أيام، بمعنى أنه خلق الأرض وقدر أقواتها بأربع أيام، فالأرض أخذت معه أربع أيام، ومن بعد ما انتهى من الأرض ثم استوى إلى السماء وكان الدخان فقضاهن سبع سماوات في يومين. حسب كاتب القرآن الكون كله تم خلقه بستة أيام، أربع أيام للأرض والتقدير الأرض ويومين فقط للسماوات اللي هي الفضاء. هذا دليل على أنه كاتب القرآن ما كان عنده أي فكرة شو حجم الكون. نحن منعرف أنه نحن كأرض لا نساوي شيء بالنسبة لحجم الكون تبعنا،
ولا غبار حتى. الدعاة صاروا يرعوا الآية يقولوا لا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بمعنى أن السماء كانت موجودة لكنها كانت دخان. لكن هذا كلام غلط، لأنه كمالت الآية بتقول فقداهن سبع سماوات في يومين. لو قال فقداهن ست سماوات كنا فهمنا أن السماء الأولى تبعنا موجودة وفينا نتساهل معهم نقول لهم أوكي يا عمي هي السماء الأولى هي الفضاء، لأنها لا تعني فضاء أبدا، كنا فينا نتساهل. لكن لا، فقداهن سبع سماوات. فهذا التصور أنه الكون تبعنا العملاق بياخد يومين فقط، والأرض تبعنا اللي هي جزء من الغبار بالنسبة للكون بدها 4 أيام، هذا دليل على أنه كاتب القرآن ما عنده أي فكرة في شو شكل الكون تبعنا. ورسالة أخيرة حابب ريح فيها الناس اللي عم بيصير عندهم بعض التقلبات الفكرية، مرة بيشوفوا إعجاز ومرة بيشوفوا أخطاء وما عم بيعرفوا شو عم بيصير. خلينا نريحكم. لو افترضنا أن القرآن ما فيه أي خطأ علمي أبدا، لا بل فيه إعجازات علمية فعلا تم اكتشافها مؤخرا، شرح آلية النسيج الزمكاني أو شرح قواعد الكوانتم ميكانيكس، لو افترضنا أن فعلا موجودة بالقرآن، هذا الشيء هو يدل على شيء واحد فقط، أنه في عنا كتاب قديم فيه معلومات ما كان لازم تكون مكشوفة بهذاك الوقت، ولا أي شيء تاني. ما فينا نستخرج من هذا الشيء ولا أي استنتاج. فادعاء أن هذا الكتاب أتى من عند خالق الكون، هذا الشيء يتطلب أدلة خارجية، أدلة ما لها علاقة بشو مكتوب بالكتاب. على سبيل المثال، لو هلأ لقيت أنا كتاب عمره 5000 سنة، وهذا الكتاب فيه معلومات أيضا تتماشى مع الوقت الحالي واكتشافات العلمية الحديثة، هذا الشيء جميل جدا ودليل على أنه هذا الكتاب فيه معلومات جيدة. لكن لو قرأنا بنفس الكتاب ادعاء أن هذه المعلومات أتت من عند مخلوقات فضائية أو أتت من عند التنين الأزرق المجنح، هل هذا دليل على وجود هذه الأشياء؟ الجواب لا، لأن هذه الأشياء أيضا تتطلب أدلة خارجية. فالموضوع هو مبني على مغالطة اسمها non sequitur fallacy أو مغالطة الاستنتاج الزائف. كتاب فيه معلومات علمية، الادعاء أنه أتى من عند خالق الكون، الاستنتاج أن خالق الكون موجود، هاي هي المغالطة. الاستنتاج هذا زائف وغير صحيح. بالنهاية لما قلت لكم أنه ما كان على أهل الإسلام فتنة أكثر من الذين ادعوا وجود الإعجاز في القرآن، أنا بعنية هاي الجملة فعلا. دعاة الإعجاز كانوا سبب أن الناس صارت تروح تدور بهاي الآيات وتقراها وترتب الآيات مثل ما أنا عملت وتشوف أنه في شيء غلط بالقرآن. إله ما بيعرف شو طريقة عمل الجسم البشري، ما بيعرف طريقة عمل جسم الحيوانات، ما بيعرف شكل الأرض ولا شكل السماء ولا طريقة عمل أي شيء أبدا. هدول الدعاة فيقوا الناس على أنه في أشياء بالقرآن يمكن التأكد منها بطريقة علمية وتفشل عندما نتأكد منها بالطريقة العلمية، وكذبوا علينا لما قالوا لنا إذا ما فهمنا شيء بالقرآن أو لقينا شيء غلط بيكون مشكلة منا مو من القرآن. وإذا حابين إحنا ننتقد هاي الأشياء اللي شايفينها غلط، لازم نروح نقرأ آلاف المجلدات المكتوبة على أيدي البشر لحتى نفهم كلام الله الواضح الذي لا ريب فيه. وللتذكير، لا تشاركوا هذا الفيديو إذا أنتوا عايشين بدول إسلامية أو بمجتمع إسلامي لو ممكن يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكن تعملوا إعجاب، فيكن تكتبوا تعليق باسم وهمي، لكن المشاركة يكونوا حذرين فيها شوي. والنصيحة الأهم، نحبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم واغسلوا إيديكم. Peace.